ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. بقالي كتير ما قلتش المقدمه دي، ها معلش. بصوا يا جماعه، النهارده فيديو انتوا بتحبوه قوي، انا عن نفسي يعني بحبه لان هو فيه شويه تشوق. فهنعمل ايه النهارده؟ زي ما انتوا اكيد قريتوا طبعا، هنعمل ان احنا هنروح المحل واخلي العربيه قدام هي تحدد الغدا بتاعي. ماشي يا جماعه، اتفقنا؟ بس في رول قبل ما اقول لكم اي رول. عايزكم تعملوا ايه؟ توقفوا الفيديو ده 5 ثواني، تنزلوا تحت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان اكمل لكم فيديوهات تانية زي دي يا جماعه، وفيديوهات احلى كمان. كمان اعملوا شير للفيديو ده مع كل اصحابكم عشان ننتشر ونكبر يا جماعه. الرول ايه بقى؟ هو المطعم اللي هروحه اللي هيجي لي منه هو اللي هاكله. ممكن اروح مطعم تاني لو الاكل ما كانش كويس، لكن غير كده ما ينفعش اروح ولف تاني واجيب نفس الاكل تاني. ماشي يا جماعه، الرول دي لازم عاملها. خلاص اتفقنا. Hi, I know this is weird, but can I please get the same order as the person in front of me? I just want the same exact order. Okay. You just want one or two? Anything, but I don't want to know what it is. Just give me the same exact order and that's all. Okay. First window, please. اول مطعم رحته ماكدونالد، ده المطعم المشهور المحبوب. فايه يعني ربنا يستر ويطلع لك حلو. $5 معناها ايه بقى؟ $5 دي ما اعرفش، هنشوف. Thank you. What is this? حلو، نقف بس نشوف. اكيد ايه الدنيا ساعتها اللي عندكم بس الاول ايدي. اوكي تعال نبص. دونات، معرفش دي دونات بيسموها ولا بيسموها البتاعة الصغيرة دي التحلية يعني، اللي بيبقى فوقيها شوجر سكر، بيتهيألي جواها فراولة، مش عارف. تعالوا نفتحها كده ونبص. بصوا السكر كله وقع تحت الكيس التاني اهو. نفتحها ونبص ايه اللي جواه. الحمد لله. دي بطاطس يا جماعه اللي ما يعرفش، دي بطاطس. بطاطس مهروسه او بطاطس محمره. الحمد لله. ما شبعتش طبعا ولسه عايز اشرب. هروح محل تاني ونبص فيه ورب يطلع لي اكل حلو ويشبعني في الغدا. خليكم معايا. هاي. Can I please have the same order as the car in front of me or the person or yeah? Doesn't matter the price. 3000 years later. بقى كده معايا تحليه ومعايا بس. يبقى انا كده مطمن ان معايا تحليه، بس عايز حاجه اشربها وحاجه كلها تغذيني. ربنا يستر بقى. انا ما اعرفش السعر، انا بقول لهمش عايز السعر عشان عايز اشوفه قدامكم ونتفاجئ مع بعض. ماشي، فما اعرفش السعر لسه، هتفاجئ هناك وانا بدفع. الدنيا تلج وانا فريزنج، ويعني حطوا لايك بقى ان انا بتجمد وانا قاعد هنا. ماشي. That's it. Thank you. خرب بيت حظي، جعان. ليمون كمان، يعني غير ان هو مفيش اكل، ليمون، عصير ليمون. هو انا كنت فاكر ان انا الوحيد اصلا باخد حاجات ساقعه في الشتاء، ده اتاري في ناس بتاخد حاجات ساقعه. ليمون، الحمد لله. الحل اللي بعده. بصوا يا جماعه، المحل اللي بعده هضطر اني ادخل له جوه. متهيألي اللي بيدخل جوه المحل بيطلب اكل، محدش هيدخل جوه المحل يجيب. معرفش، انا فكرت كده، انا قلت يمكن كده تبقى فعلا، انا مش عارف. هدخل جوه المحل واقول لهم ايه الكمامه. اوكي يلا ندخل. رب استر ويبقى طلبي خفيف عليه. Can I get the same exact order as the last person you had? I know you don't have many people, but can I get the same exact thing as the last item you had? Same thing. Yep, anything. I don't want to know, but just get me, order me the same thing that they ordered. Okay. Okay, just عملت الاوردر خلاص. awkward كده اني بطلبها وانا قدام الناس، بس يعني انا كله عشانكم. ربي يكون عاجبكم، حطوا لايك بقى. اللي ادتوني الكيس ده، انا غشيت في حاجه واحده بس. انا رحت مطعم فراخ عشان انا كنت خايف احسن يجيلي لحمه بصراحه، وانا كده غشاش انا عارف، بس انا كنت خايف احسن يجيلي لحمه فرحت مطعم فراخ. بس برضو خليتها زي ما انتم سمعتوا، خليتها هي تجيب لي الطلب اللي كان قبلي جايبه. هو ما كانش في حد في المحل، بس طلع اخر طلب كان عندي اللي هو ده. فايه؟ اوكي شكله حلو. صوصات كتيرة، ما بحبش الصوصات الكتيرة. وخيار خس جواه، خيار سوري، خس ايه؟ خيار. انا عمري ما جبته بصراحة، عمري ما دقته اصلا، فهندوق ونشوف بقى.
طعمه حلو سبايسي. هو سبايسي بس مشكلته ان هو زيت قوي تقليه، ما اعرفش بيسموه ايه، زيت كتير يعني. لا بس طعمه حلو. هو كله عمال يتفرج عليا وانا باكل. تعالوا نروح بعيد، ممكن بعيد شويه. ده انا قاعد باكل ايه؟ في ايه؟ 1 hour later. اوكي نكمل بقى. والصوص الشطه والخس والخيار. خس خيار هو يعتبر مش حراق خالص اصلا يعني. الحمد لله برضو انا عندي ليمون. وقبل ما انسى كان في حاجه اخيره نسيت اجربها، دي ماكدونالد. ما اعرفش اسمها ايه بصراحه، ولا دونات دي ولا ايه. بص غريبه بس انا ما بحبش عامه النوع ده، بس انا ما دقتهاش قبل كده دي، فدوق ونجرب. اهي اوكي. قبل ما نخلص ونقفل عندي مفاجاه ليكم، مفاجاه حلوه قوي هتعجبكم قوي ان شاء الله. بس قبل ما اقول لكم المفاجاه دي، بس عايز اقول لكم حاجه واحده. بصوا يا جماعه، انا عارف ان انا مقصر في الفيديوهات في اليومين اللي فاتوا دول قوي، بس انا كل ده عشان الجامعه مشغول قوي فيها، لان انا في اخر سنه في الجامعه، سنه رابعه اخر سنه في الجامعه، وعندي مشاريع كتيره قوي وامتحانات وكده، حاجات كتيره قوي 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 اخر سنه بالذات، فعشان كده معطلاني قوي عن اني اصور فيديوهات. بس ان شاء الله خلاص قربت اخلص اول ترم، وعندي اجازه فتره كبيره شهر، فممكن اصور لكم فيديوهات كتيره قوي حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. التلج انا مستني بس ينزل التلج، عشان عندي كام فيديو في مخي عايز اعمله في التلج هيعجبكم قوي. ماشي ده اول موضوع. تاني حاجه المفاجاه اللي عاملها لكم، ان انا هرجع تاني واقول اساميكم في الفيديو بتاعي في كل الفيديوهات يعني. انا عارف ان انا كنت مقصر في الموضوع ده، بس هرجع تاني وهعمله. هقول اسم واحد بس يا جماعه في كل فيديو، فانتوا دايما في كل فيديو اكتبوا لي كومنت عن اي حاجه، وانا اقول اسم واحد فيكم عشوائي كده يعني، مش معين، مش حاجه معينه. اكتبوا اي حاجه تبع الفيديو، اي حاجه، وانا هلاقي اسم في كل فيديو واقوله في الفيديو اللي بعده. ماشي يا جماعه، معلش مني، خليكم صبورين معايا كده، وانا ان شاء الله هقول اساميكم كلها. ماشي خلاص كده خلصنا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعه، وتفعلوا الجرس وكل حاجه يا جماعه عشان تشجعوني، عشانكم فيديو جديد. يلا مع السلامه.